الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سماء وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لائقا وأمرا مفترضا، أوشج به الأرحام وألزم الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري على قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اما بعد، فان الامور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما اخر، ولا يتم اثنان ولا يفترقان الا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرنسارن مو شهادات تلوك عليه استغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا ابني خليل ابن عمر فاروق، أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المصونة خصابة بنت علي كرار بنتي أنا بمهري المصحف الشريف القرآن الكريم
وأدوات الصلاة للنساء وشيء من الذهب. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المكتوب.